الأشواط لهذا الصباح، ألا وهو الشوط التاسع الذي يضم نخبة من القعدان الإذاعة المحليات الأصايل ضمن هذا التنافس في هذا اليوم على أرضية ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة وضمن مهرجان جائزة زايد الكبرى. هكذا نسير إلى المقدمة لنتابع المراكز الأولى، لنتابع الصدارة ومقدمة الشوط، لنوافي إلى مسامعكم العشر المراكز الأولى. على المركز الأول من يتقدم ويعلن الحضور، هذا هو يتقدم متوكل محمد بن حماد أبو خرايط العامري الذي يقدم متوكل على مستوى المركز الأول، بينما في المركز الثاني التقدم في هذا الانطلاق هذا هو مسامح نايع بن راشد بن سيف بن سالم بالشاوي الذي يقدم مسامح على المركز الثاني. المركز الثالث هناك الوصول بانطلاقة وتواجد الغزال سعيد بن سليمان بن سالم الوهيبي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع الانطلاق من عقيب. هنا ياتينا على رابع المراكز بشعار سليم بن مسلم بن قزول العامري يحتل المرتبة الرابعة، بينما في المركز الخامس هناك الوصول على السياق الخارجي التقدم من مشغل راشد بن ناصر بن محمد بن شامل العامري يقدم الطاغي على المركز الثامن. المركز التاسع نقلتنا ومتابعتنا في هذه اللحظات هنا إلى انطلاقة وتحدي المركز التاسع مع هذا الأداء هنا القادم بكل قوة المنطلق الحاضر مرموق ناصر بن سعيد بن بسيط المري، وهنا يتسلل من عمق الميدان ياتينا عياي خلف بن مبارك بالقافلة الحميري. هكذا نتيجتنا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء للعشر المراكز الأولى، المتقدمين الحاضرين بقوة مع النداء الأول، أسماء قوية أسماء مميزة تحمل دائما الجديد في تحديات هذه الرياضة. عودة إلى مقدمة الشوط لنتابع المركز الأول من يعلن حضوره على مقدمة الشوط وعلى الصدارة. هذا هو يتقدم متوكل بشعار بن حماد محمد بن حماد أبو خرايط العامري الذي يطلق متوكل على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول بهذا الانطلاق المثير. ولكن المركز الثاني هنا ياتينا عقيب سليم بن مسلم بن قزول العامري يحتل المركز الثاني من خلال هذه اللحظات. المركز الثالث القادم بكل قوة هنا القادم بهذا الأداء ياتينا الصيربي حمد بن سعيد بن مية العفاري، ورابعا الوصول بن مسامح نايع بن راشد بن سيد بن سالم بشاوي يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هناك الأسماء القادمة ويتقدم مشغل راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري يقدم لنا مشغل هنا بهذه الانطلاقة الرائعة، وأيضا أرى اسما قادم في هذه اللحظات ياتينا عياي خلف بن مبارك بالقافلة
الحميري هنا يقدم لنا عياي بدأ يتقدم إلى المركز الثاني بوجوده مع هذا الأداء الممتاز. الأسماء الأخرى القادم في هذه اللحظات ياتينا حزام علي بن حمود بن علي الظاهري يتقدم مع هذا الاسم، وأيضا أرى الوصول كذلك بشاهين فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. أين التحديات الأخيرة؟ أين الأداء الأخير؟ إلى أين الانتصار؟ إلى أين الفوز سيذهب بتحديات هذا الشوط؟ وصلنا إلى أجواء الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير الذي يحمل المنافسة الصدارة مع عجيب سليم بن مسلم بن قزول العامري الذي يطلق هذا الاسم على المركز الأول وعلى الصدارة. هنا بينما في المركز الثاني التقدم من حياي خلف بن مبارك بالقافلة الحميري وصلنا منطقة الإعلام. الثالث القادم هناك القادم حزام علي بن حمود بن علي الظاهري يقدم لنا حزام. إلى أين الانتصار؟ ما بين عجيب، ما بين حزام، ما بين عياي. هذه الأمتار الأخيرة، الصدارة مع هذا الأداء، التقدم مع عجيب سليم بن مسلم بن قزول العامري. هنا يقدم لنا عجيب مع المركز الأول، عياي يحتل المركز الثاني بشعار خلف بن مبارك بالقافلة الحميري. ثالثا علي بن حمود الظاهري، ولكن الانطلاق التحديات مع شعار بن قزول. هنا الأمتار الأخيرة بدون أي أوامر، الحركة بدت، النهاية السعيدة، سلام سلام بن قزول، تهانينا والناموس لسليم بن مسلم بن قزول العامري على فوز عجيب بالمركز الأول. عياي يحتل المركز الثاني خلف بن مبارك بالقافلة. الثالث علي بن حمود الظاهري. المركز الرابع يذهب إلى الرابع هناك شاهين حمود بن محمد بن سالم الوهيب.